يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما ننصح بعض المتعلقين بالأضرحة والأولياء يستدلون بأن الأولياء لهم كرامات وما إيه لهم كرامات، لكن ما يقتضيها أن نعبدهم مع الله. لهم كرامات، الله أعلم. بعضهم ما له كرامات، إنما هو كذب ودجل ولا له كرامات. لكن إذا صح أن له كرامات فهي لا تقتضي أن يصرف له شيء من العبادة. نعم. يقول حفظك الله، يقول يستدلون بأن الأولياء لهم كرامات وأننا ما دعوناهم إلا بما يقدرون عليه، وأنكم ما أننا ما دعوناهم إلا بما يقدرون عليه. سبحان الله، اعترفوا أنهم يدعونهم، هذا شرك. إذا قالوا ما دعوناهم اعترفوا أنهم يدعونهم، هذا شرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا. نعم. يقول حفظك الله، يقول ما دعوناهم إلا بما يقدرون عليه وما أنتم إلا أعداء لأولياء الله ما يقدرون. هذا كذب. ما يقدرون أن يخلصوكم من العذاب، ما يقدرون أن يجلبوا لكم الرزق، ما يقدرون على ما تطلبون منهم، لأنهم أموات، أنتم أقدر منهم. هذا العجب، أنتم أقدر منهم، أنتم أحياء تروحون وتجون تكتسبون، هذولا أموات، رمم ميتة هامدة. سبحان الله، وين العقول؟ نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.